مطاط الشاي الأخضر، بازل الصبار، وسماعات الدونات. اتفرجوا معانا إزاي المدرسين بيقاوموا التوتر في الفيديو الجديد. الفوضى مالية الفصل، الطلاب نجحوا في حرب المقالب. الموضوع كده زاد عن حده، المدرسين عاوزين يهربوا من المدرسة علشان يقدروا يبعدوا عن الصراع. لكن ميس إليزابيث بتتصرف بشكل مختلف تماماً، بتسترخي مع كوباية من الشاي الأخضر. هنصب الصابون السائل المعطر بعطر الليمون مع الغراء الشفاف، نمزجه ونضيف قطرات من زيت شجرة الشاي، ونضيف البوركس ونخلط المطاط، ونصب الجلتر الأخضر والزهور على جزء من المطاط. وننقله الكوباية شفافة وعليه باقي المطاط، ونزينه بورقة نعناع بلاستيكية. الشاي الأخضر مش بس بيهدي الأعصاب، ده كمان بيريح الإيد. مس إليزابيث صورة للاسترخاء، كل همومها اختفت بسبب الشاي الجميل. ودلوقتي بدأ مؤتمر المدرسين. فجأة بعد الحصص، المدرسين المتوترين حقيقي بيعكروا صفو مس إليزابيث. هدوا أعصابكوا، معايا مضادات للتوتر تكفي الكل. المدرسين محتاجين للهدوء هما كمان. ومطاط الشاي الأخضر أفضل من المشروبات العادية، الطريقة اللي بيتمدد بيها جميلة وريحته حلوة جداً. في حاجة بترن مع ميس ميث، قدرت تلاقي كل اللي في جيوبها ما عدا التليفون. أخيراً ميس ميث ردت على المكالمة، أكيد دي مكالمة جديدة هتسبب لها التوتر. زملائها بيفحصوا محتويات جيوبها. ميس إليزابيث اهتمت بأحمر الشفاء، وسيباستيان لقى عبوة غيرة غامضة ريحتها حلوة قوي. نسخن المارشميلو في الميكروويف، ونضيف السكر البودرة، ونخلط المطاط الصالح للأكل، نلفه على قد عبوة الغيرة ونظبط الأطراف، نستخدم عود الأسنان ونصنع ثقب، ونملى بيه عبوة فاضية ونضيفها من الغيرة. سيباستيان أخد قطعة من الغيرة. طعمه لذيذ. مطاط من المارشميلو فكرة ممتازة. مس إليزابيث لقت عبوة تانية من الغيرة. يا سلام لو الغيرة ده كمان صالح للأكل. لا ده جواه شيء أفضل بكتير، إسفنجة غير عادي. هنقطع قطعة إسفنجية قديمة لأجزاء، وندوبهم في فرن درجة حرارته عالية، ونصب الإسفنج السائل في عبوة غيرة نظيفة ونسيبها تبرد. ميس ميث رجعت بعد ما اتكلمت مع المدير. يوم مرهق جداً، محتاجة بسرعة لجرعة من مضادات التوتر اللي كانت معاها. بمجرد ما فتحت عبوة الغيرة رجعت لهدوءها مرة تانية. المطاط دايماً بيهدي أعصاب ميس ميث. ميس ميث خبيرة في الزهور، في بيتها مكان خاص مليان بالزهور، لكن زهورها مش دايماً بتحبها. الصبار الصغير ده جرح إيديها للأسف، هتديله درجة وحشة. من الرائع إن عندها نباتات تانية غيره زي بازل الصبار ده، أكيد مش هيجرحها. هنلون عبوة بلاستيكية صغيرة بالألوان، نرسم مجموعة من الأشكال البيضاوية على الفوم، دي هتكون نباتات الصبار، ونرسم عليهم مستطيلات صغيرة علشان نقدر نركب بازل الصبار ونقطعهم ونلونهم بدرجات مختلفة من اللون الأخضر، ونستخدم اللون الأبيض لأشواك الصبار، ونقطع قطعة من القماش البني بحجم العبوة الصغيرة، نقطعها من المنتصف ونلزق حشو صناعي في العبوة ونرفق القماش عليه.
نزين العبوة بالخيوط ونستخدم قلم لرسم العيون والفم. نبدأ بالقطعة الأولى من الصبار في القماش ونرفق عليها باقي القطع في الفتحات، وفي كل مرة بنشكلها بتصنع لنا شكل مختلف. مس سميث تقدر تجمع صبار بأي شكل أو طراز، وبتشوفه بيكبر قدامها قد إيه لطيف، وكمان بيساعدها على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب. يوم مس سميث كان صعب جداً، ودلوقتي مس إليزابيث بتزود الضغوط وبدون قصد بتغرق ملابس المدرسة بالمية كده كتير. ما بقتش متحملة كل الضغوط دي خلاص. مس سميث مش قادرة تتملك أعصابها، ومس إليزابيث مش عارفة إزاي تعوضها، لكن صانع السلام المبتكر سيباستيان طلب العنب، مضاد جديد للتوتر. هنخلط الغير الأبيض مع رغوة الحلاقة وعليهم محلول العدسات اللاصقة، ونمزج المطاط الأبيض. نملى عنق زجاجة بلاستيكية بالبالونات البنفسجية ونملى البالون بالمطاط ونربط النهايات ونكرر العملية نفسها. نربطهم مع بعض ونصنع عنقود عنب ونصنع قالب لورق العنب من اللون الأخضر ونقطعهم، ونستخدم الغيرة ونلزق الورق على العنب. مس سميث، اقبلي العنب ده لو سمحتي كعلامة على أسفي، دي مش ثمار للأكل لكنها جهاز جديد مضاد للتوتر. مس سميث هديت فوراً، العنب ملمسه لطيف جداً. خلاص هتسامح مس إليزابيث. سيباستيان قرأ كل الكتب في مكتبة الجغرافيا، ما بقاش في حاجة فاضلة يقراها، محتاج بسرعة الوسيلة للترفيه. من الرائع إن عنده بازل إسفنجي يشغله. هنرسم الأشكال الهندسية على قطعة مربعة من الإسفنج ونقطعهم ونلونهم بالسبراي ونستخدم الألوان علشان نصنع أشكال مختلفة. سيباستيان بيخرج البازل من على الترابيزة وبيجمع التصميم. البازل شكله بسيط لكنه ناعم جداً، واللعب بيه متعة كبيرة. مس سميث خلصت الشاي ودلوقتي حاسة بالملل، بتطلب المساعدة من مس إليزابيث المتخصصة الرائدة في التخلص من التوتر. ممكن يكون معاها حاجة ممتعة زي ما خمنت. مس إليزابيث دايماً معاها في شنطتها كرة للتخلص من التوتر، تحسباً للحالات المفاجئة من التوتر أو العصبية. هنحتاج لبالون شفاف وعنق زجاجة بلاستيكية. نملى البالون بالكرات القابلة للانتفاخ، نربط البالون ونزيل النهايات. دي كرة ضغط ثنائية عظيمة في بالون، اللعب بيها حقيقي ممتع جداً. مس سميث سعيدة، وكمان سيباستيان عاوز يجرب الكرة الممتعة الجديدة دي. عظيم، المدرسين دلوقتي بيتخانقوا عليها، مس سميث هي الأسرع لكن سيباستيان إيده أطول. للأسف الكرة المضادة للتوتر جلبت التوتر بدل التخلص منه، والمدرسين بيتخانقوا زي خناق الأطفال على الألعاب. مس إليزابيث تعبت من الجلوس في ساحة المعركة، محتاجة تهدي أعصابها بشكل فوري. هتستمتع بالموسيقى في سماعتها الجديدة الناعمة. هنرسم حلقتين كبار من الإسفنج ونقطعهم على شكل الدونات ونصنع الزينة من القماش الملون ونلزقه على الدونات ونقطع شرايح من القماش ونلزقهم زي السبرينكلز. نلف الخيط السميك على سماعة الرأس ونزينها بالسبرينكلز ونلزق الدونات على السماعات. مس إليزابيث جاهزة خلاص، متجهة لأرض الدونات الناعمة. السماعات الجديدة لفتت انتباه المدرسين فوراً، شوفوا قد إيه ناعمة،
عاوزين يسحبوها من على سماعات ميس ميث. سماعات الدونات دي انهت كل الصراعات بين المدرسين. ميس إليزابيث متخصصة جداً في الاسترخاء حتى وهي في البيت، وهي بتقطع سلطة الفواكه بتريح أقدامها على سجادة مضادة للتوتر. هنقطع دوائر من النسيج المرن ونخيط القماش على طول الدايرة ونملاها بالحشو الصناعي ونسحب الخيط في الدايرة ونجمع النسيج كله. نصنع قطع صغيرة بألوان وأحجام مختلفة ونلزق القطع كلها على قاعدة سميكة من القماش ونبدل بين الأحجام والألوان. ميس إليزابيث بتستخدم السجادة دي للاسترخاء، وده بسبب ارتدائها للكعب طول اليوم. بتتمنى لو تقدر تستخدمها في المدرسة. دقيقة واحدة من الاسترخاء ودلوقتي ميس إليزابيث حاسة إنها أفضل بكتير. عجبتك ألعابنا المضادة للتوتر للمدرسين؟ اكتبي في التعليقات هتصنعي إيه لمدرسينك؟ وما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في قناتنا وتضغطي الجرس علشان ما تفوتكيش أفكارنا الجديدة لمكافحة التوتر في مدرسة تروم تروم.